فضيلة الشيخ، في أيام الشتاء يعني يتساءل كثير من الناس عن قضية الأحكام الشرعية المتعلقة بلبس الجوارب، وخصوصا أيام الشتاء البارد، حدثونا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأصل هو غسل الرجلين، ولكن إذا لبس عليهما حائلا من خف ساتر له أو جورب صفيق يسترهما فلا بأس أن يمسح على الخف أو على الجورب، بشرط أن يكون الخف أو الجورب ساترين لكامل الرجلين، ساترين للكعبين وما تحتهما، وأن يكون سليمين من الشقوق الخروق الواسعة التي يبدو منها شيء من الرجل، يمسح عليهما. والمسح في هذه الحالة رخصة من الله سبحانه وتعالى وتسهيل على العباد، المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها، وهذا في الوضوء فقط، أما الاغتسال والجنابة لا بد من خلعهما. نعم.